حياكم المرة الثانية لدارك سولز، كان بقول بسم الله، بس حبيت اقول شيء ورا رجلي كذا داخلة رقت كذا على فوق، شوف شلون جاية. يلا نبدأ كل بسم الله. بس انا انا اذكر ان هنا تطلع لي ذيك البنت اللي تعلمني البايرومانسي، بس المشكلة لازم يصير عندي بايرومانسي، مو بايرومانسي، هذه النار اللي بيدي 10، فحاليا ما منا فائدة الحين، لازم ارفع 10 وعشان اقدر استدعيها او عشان تقدر تجي. الاسانسير راح يجيني فاير لينك. اوه شيفا، هذا خوي النينجا ساكت طول الوقت. هلو اجين، سترينج تو ميت اواي فروم ذا كلان اند ذا فورست. شو نتكلم؟ هاو اباوت سم ايكويبمنت؟ اي لاف كولكتينج ذيس ثينجز، بس اي كان اونلي كيپ سو ماني. You know, you are a friend. Oh. أنا ابنك بس يا شيفا. والله ثواني بس. أوكي. يلا. إيش كنت تقولي؟ We meet again. I have the equipment. If you have the need. Ooh, Lanchester. Look skyward. حلو. Flame barrage. سيوف. Wow. كنها great. Oh, شكتانا. من وين جاب هالأسلحة ذي؟ واشنج بول، ابغى يوتشي كتانا، وهذول الثنتين بس ما معي الحين فلوس. ايست وود رينج، سلو لوست اوف ويبن دورابيلتي. والله مو بشين ابدا. باي شيفا. يا خبر الظهر تطلع هي هنا ولا شيء زي كذا بتلقاه. هي ما راح تطلع اذا احنا ذبحنا بيد اوف كايوس، ف انا حاسس اني طلعه قبل ما يصير هالامور هذه. قال ما في امل اني وش الفائده اني استخدمهن؟ هنا في شيء، انا بقدر اقط كل الاغراض اولا، لان اول على بلاي ستيشن 3 هنا اللعبه تقطع، فما كنت استكشف عنه كثير ابدا هالمنطقه ذي. كنت دائما اخلص واسحب علي. ويمدينا اذبح الشيفا الحين هو وخويه هناك واخذ الخاتم. اسلحه. حط رينج اوف ايفل عشان اخذ طاقه شوي اذا ذبحتهم. شوف شلون تعبي الطاقة على الأقل لو أذبح، فأقدر أستفيد منه هنا وأنا أمشي. هلا والله. أراك جايب الحصات معي. أو! أخويك جدع علي حصات. وين شيفا؟ خليه يفزع لي. انت والنينجا حقك ذاك الرهيب. وترى تلعب بالحصاد حقتك. يقول ويييي يبدي يدف علي. لا لا موت سم. طاقة طاقة طاقة. ممتاز. دانج بايل. وبرضه دانج بايل. خبرنا ان كل اللي تحت هنا كلهن ايش كان يسمونه؟ ايش كان اسمه؟ تايد نايت. تبغى تشوف شيء رهيب صدق، تبغى تشوف احسن شيء في العالم. واحد اخذ دارك سولز 3 سوى عليه ماد اسمه دارك سولز تايت نايت از انبريكابل. هذا دارك سولز 3 اخذ اللعبه واضاف عليه ماد انك تبدا تلعب بشخصيه، تحط عندك زي شخصيه كانها من جوجو. ف
فتشوفونها يبدأ يستدعي كذا وحش الوابن آرت يستدعي وحش كامل طيب بيختصر طلع ستاند. يعجبني أخذ حصات من الأرض. أو قدام من أنتوا يا تروح لما هذا مات ننقل عند خويك ذا ابو حصى دانك بايل مره مفيد ايتم مره مفيد تروه مره احسن ايتم من قوة ما هو مفيد دائما يجدعونه لك لانهم عارفين انك انت راح تنكب قاستس. واو مرة شوفه كذا ظهر هذه هنا تايد نايت اوه جريت كلوب لا شيء اكثر من منه فايدة شيف هناك شوفه موقف شلون شكله كذا قادح مهم مهتم شيف اند ذيبان بس انك لو تساعدني هنا بقتالهم تصير احسن واحد في العالم في طريقة انك تذبح هذاك الثاني النينجا انك تسحب احد هذول وتخليه تسوي له دامج حلو فاذا كانت تسوي سوا ثم تروح تطلع برا وتكلم واحد انه يعالج عنك السند وباختصار تذبحهم بدون ما تخلي الثانيين يعصبون عليك بس ما ودي اجازف انا ذاك اللي مولع هناك ذاك وحش تعالي انزلي الو في شيء ثاني هنا اكلهن فاضيات بويزند يجيبني علامة التعجب اللي تطلع بويزند ويو ويو هذا هنا اذا كنت تسوي فارم للتايت نايت بدي اذبح هذول يجدعونهم ترى اظن يجدعون تايت نايت او جرين تايت نايت اصوف براود نايت وهنا راح نلقى بعد سيجماير اوف كاثرينا راح نلقاه هنا بعدين لو بغينا نخلص السايد كويست حقته الو تاز شيء هنا انا بس لو اخذ 10 سولز 10000 اقدر اشتري ذا كوتش كتانا يدعون بس 100 سولز بس قلت كذراهم هم مفيدين كانوا بدك تسوي فارمنج لجريت نايت لجرين تايد نايت وتايد نايت. ما في شيء هنا. الله. بويزند. لارج تايد نايت. اوه سيفر اوتش خدنا سيف كان ودي استخدمه بس لا شفت يجدعون ما عمري استخدمت هذه انا باللعبه الاساسيه الهجمه ف
رهيب هنا اللي صار له فائدة شوي. جبل جثة هذه حلو. يلا أو كفو معي لارج. خبروا هنا في قد هنا نقدر نوصل للأفرلاستن دراجون، بس خلنا نوصل له بعدين لأنه بس بجيب بعدين، لأن حاليا إذا رحت هناك فوق المنطقة شوية شبه صعبة، ما في أي فائدة له. بس خروح هنا فيها خبر صندوق. إذا كان بدك توصل له وشلون؟ تجي هنا تضرب هذا ثم وتستمر هناك، راح يوصلك البونفاير وراح تلقى الأفرلاستن دراجون تحت. لا تحصلك بونفاير، راح تستمر عند منطقة كاملة لحال الشجرة ثم توصل الأفرلاستن دراجون. هذه هي هومورد هومورد هومورد. يس يعني خلاص شبه خلصنا يعني من هالمنطقة، خذنا كل الايتمز اللي لهم فائدة. الثانيات دقيقة سو كندل. حلو يلا استمر. حلو الحين من هنا تجي شيفا. انت رهيب شكك كذا وانت واقف ما تهتم، يعني ما موقف ما وقف عند البانفاير، لا وقف هنا عند الوحوش هذا يعلمك انه قاعد حذيبان. اوه جمع اشياء ثانيه من اخر السامنينج. لا ودي اشتري الخاتم، بس ودي اشتري اللوتش كتانا. انا شبه اللوتش كتانا اللي ودي اطوره. عطني اللوتش كتانا. تحرجني. انا بعد راح اشوفك. يلا خروح الحين لا نطول، طولنا السالفة احنا شويتين. خروح نباري كوايلاج ونباري ونباري ونرن الجرس الثاني وندخل جماعة الكياس. صدر اسمه كذا. الحين خلك شوف شلون صعبين هذول، الحين شلون راح نهزمهم. خلك مجهزين القتال لانه صعب ترى. اوكي هزمناهم. شفت شلون قتال مره كان صعب؟ اوه ما تدري شلون كان صعب. يلا الحين خلينا نستمر. كوالاكس دومين وصلناه. كله ما ادري هذا المكان يعطيكم هنت لزعيم راح نبري تراي بيدك تو بلودي بوب. ايش قاعد تقول انت؟ Amazing treasure. شوف كل السامنينج عند الزعيم. Warlord Kratos. هاي Kratos ها. واحد رن الجرس. Ed. هذه هنا هذه اللي توبريناها Man Eater Mildren. نبي نحاول على زعيم لحالنا ونبدأ نقول بسم الله. هذا هي كوالاج.
اللقطة هذه كانت مهمة ترى القصة. يب وصلنا كسويتش كواي لاج. من احد الاشياء اللي احبها التصميم الوحش ان العنكبوت موجود تحس المره اللي فوق تحس كانه زي الطفيلي كذا طالع على جسمه، يعني تحس المفروض العنكبوت يصير اكثر. انا قصدي تعرف شلون الجابه وبعد ما خقات تصير المره اكثر من الوحش، هنا لا العكس. يمدينا ناخذ سيفه بعدين اذا بغينا نقدر نسويه. قعي واو كنار كان جنبي. اوف انفجر. حلو سنعطي لي شو يسمون هذه بويز، مو على كل لمسة شخصيتي يطير. قلع يا كوالاك انا في مهمة لازم اسويها ولا بتنفجر. انفجر مع السلامة. يعجبني موت التو طن طن صوت الجرس. سولف كوالاك توين مون لايت 20,000. خلنا نقرأ الروح. Sort of quite like once a daughter of the witch of Izalith. هي أحد بنات الساحرة حقت Izalith ذيك اللي خذت النار. But now a chaos demon. Special beings have special souls. Blah blah blah. ما الحين راح تعرف ترى كوالاك الحين اللي تو ذبحناه ما هي بشريرة. بس أنا لازم تروح لأنه لازم تروح. آه جرس النصر هذا يعني ميهاد لا تتذب. حلو هذا الجرسين رنن. مين بيسمع هالمشكلة؟ ياب الحين نشوف شو راح يصير. هذول هم الوحوش عندهم هدف واحد بس بالحياة. شوف العمالقة ذولا هدف واحد بالحياة، إذا سمعوا الجرسين رنن افتح الباب. لما تعرف هذا الحين بروح الحين لسينت فورتريس هذا اللي قبل عند الكنيسة عند بلاك سميث. هومورد بون رينج ذا بيل كوالاك دومين انمي هاد. الحين زي ما كنت اقول ترى كوالاك مو بشريرة. ليه؟ الحين تعرف ليه؟ احنا ليش بننزل هالحين؟ في زعيم هنا نقدر نباريه اذا بغينا. هذا شوف هذا واضح انه اصلا صير بس انا ما يمديك توصل له الحين. تجي هنا
ليش لون؟ اصبر. imminent stomach. خلنا نترك رسالة لحد. نقول له عشان نساعد بعض. write a message. try. لا. object. وين ابغى illusionary wall. ابغى ما في. fog wall. اترمي هنا illusion اللي كتبت الثانية fog wall ahead. هذه رسالتي الحين هنا. يسألك يقول انت خاتم جديد؟ قليه. اكيد راح انتبه له. الحين قال راح قابل فاير ليدي، المره اللي هي الفاير كيبر اللي تهتم لها النار. هذه هي عنكبوت مثله، وهذه باختصار هذه اخته. حلو، من كلمه الحين ساكته صح؟ ما تسمع تقول شيء؟ شو تسوي الحين؟ حط الاولد ويتش رينج. ذبحنا اخته. شفت؟ طلع ذبح وهي بس قاعدة، لان هي قاعدة تخسر زي ما تقول تعبانة هي. شفت صوتها حتى. شفت؟ طلعت هذه كنت ترخص لي تقول اوه هذه شرير وكلب، ثم اخذتين ذبحت تقول اخ ورينا وسخ. هي اللي هاجمتني. على ما اظن الناس فهموا ليه اني تتكلم عن تحس ابن اخت، لان هي ما تشوف ترى، فتحس تقدر تقول تحس بالروح، فتحس ما تو ذابحين والروح حقته معنا، فتحس ان احنا اخته. ايه يب كافننت. وهذه يا جماعه مهمه، كايوس سيرفنت، خادم الفوضى، الاسم رهيب. يا سبايدر مان سي جريت كايوس فاير بول. الحين نسوي ما عندي سول، فاسوي offer humanity. No. ايش راح نسوي؟ انت الحين قطعين قلبي انت. والله حسيت انه وسخ. ايش اسوي الحين؟ نبي نستخدم التوين، نبي نوصل على الاقل 30. حلو؟ ليه؟ لانه بتعطيك فوقنا تعطيك سحر كويس، تفتح لك باب يسوي سكيب المنطقه كامله. حلو، وراح تحتاج الباب هذا عشان تخلص المهمه حقت ايش كان اسمه هذاك، سولير. فالحين ايش نسوي؟ اوفر 22. يلا ترى اول كانت واحد 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 بس. حلو رفعناه. ما مع الحين نو هيومانيتي. اوه طبعا ذبحته، اذا بغيت تذبحه تجدع لك الفاير كيبر سول، بس النار هذه بتطفي، يعني بخسر تشيك بوينت هذه تروح. ف شو اللي تبيه؟ وطبعا هنا في يقول اميزنج ارمر. ليه؟ لانك تخبر ذاك اللي بريناه اللي سيف الدرع اللي كانوا شبابيك. ايه الدرع اللي كانوا شوك، ورا اقول شبابيك، الدرع اللي كانوا شوك، ذبحته اكثر من مره مع الاماكن اللي يجي ظهر ثلاث مرات او شيء زي كذا يطيح، يعني تلقى جثته وتقدر تاخذ درعه اذا بغيت. يلا
You speak the tongue of the fair lady. إيه. Well, do not be rash with your pride. You have yet to earn my trust. أكبر همي أنت. Try anything funny with the fair lady. There will be hell to pay. طيب ما عليك ما حسوي له شيء. خلنا نقوي النار نوصله عشرة. عشان كذا أنا مغبي السولز ما طورت نفسي. عشان تطلع. أوه لا أحتاج زيادة. قربنا. There is no time for think only of our fair lady and what she may need. طيب. يلا باي. أصلح كل شيء. والحين نبي نروح نباري أحد الزعماء اللي اسمه قذر اسمه سيسلس ديستشارج. معناته باختصار تكرم السامعين الإفراغ اللانهائي. هذا أنتم زعيم على فكرة. الحين بباري أنا بأكذب عليكم. صنع ديمون روينز. الحين زي ما قلت نحتاج 30. الحين ضحينا ب 22 نحتاج شوي. قربنا. هذا هو هنا الزعيم. هناك بنلقوه. تشوفه هناك. شفت حبات حراش وقعدت. يجيبني تزحلقنا بدامج. لا. هنا لوست ايزلث. لا نقدر نمشي بسمرين. يجيبني شفت شوف الليفل. عشان كذا ناس كثار يحبون دارك سولز 1 اكثر من 2 و 3. انا ما حبيت صراحه تصميم الليفلات اللي باه الامانه. انا ما حبيته. فضلت تصميم الليفلات 2 ولا تصميم الليفلات 3. ليه؟ لان 3 باختصار وش هي؟ اوه هذه كنيسه ثانيه. فهمت علي؟ بلود بون كان له منطق. ايه لان بلود بون كانت وقت فيكتوريا. بس انا نفس الوقت غيروه بجابوا الاحلام والكوابيس كتخانع على بعض. بينما دارك سولز 3 كلها هذه كنيسة ورا كنيسة خلاص يعني تزهق. يلا خلينا نشوف الطريقة اللي ساعات تشتغل. نمديك تاخذ هذا هو شفه اسمه سيسلس ديسشارج. هذا احد الوحوش اللي تشوفه تقول انت ما انت مرتاح. فهمت علي؟ يعني شوف شلون تحس كانه متبهذل. عادي نشوف ما يسوي لنا شيء. متى يعصب علينا؟ اذا اخذنا الدرع. ها سيسلس ديسشارج. اوكي. ضربه واحده مت. لان على ما اذكر الحمد لله قد استخدمت هيمنتي. لانه على ما اذكر انه هذا الدرع درع احد خواته. لانهم هنا تخبر ايش يسمونها هي ويتش اوف ايزلث وخواته. هذا احد اخوانهم هناك من تحول الوحش. لانه خسر خاتم يخليك ما يخليك تتاثر باللافا وانت تمشي عليهم. حلو. خسر هالخاتم وتحول كذا هالوحش. وهو كان مره سيء يعني كان ما حد يذكره. وحتى بعد ما تعبوا انفسهم بالبدايه يجيبون طاريه. خليني بشوف كان طريقه تشتغل انك تقدر تموته بسرعه. انك تخليه يجي هنا. خبره انه هنا يجيك ويضربك ويطيح. او لا ما صلحها. لا صلحها. او لا صلحها الزعيم. او لا الحين هو صار زعيم صدق. ليه؟ لانه كان يمديك تقدر تضربه. ضربته من هنا يضرب يده. حلو. اذا ضربه تقدر تضربه ويطيح من العالم ويموت.
ف تقدر عليه. هذه كانت تحت بحث طريق انك تقدر تموت بسرعة. فخلنا نشوف الحين لو نقدر عليه. نحاول مرة اخيرة بعدين امشي لان شكله هنا مفروض اجي بعدين الصراحة اصلا. انا بس ادي هزم عشان اخذ السولز حقته و وش كان اسمه واقدر واقدر يعني عشان اقدر اطور النار. يلا الرسالة تقول هير. توقع النار يصير ضعيف له. سؤال غبي. قال خلي اضرب مرة ثانية. اوكي هذا باختصار هذا راح يصير سوبر تشيزي نسله بس مسكين حتى بعد مصلحه ولا زال يعني مهم مره كويس. الزعيم ضعيف اخواته كرهوه تحول الوحش زي كذا. اوكي اسف اني قلت شيء. اها بعدين اجل نجي لاني ماني بقادر عليه لاني كنت اذبح انا دائما الصراحه 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 كنت دائما اذبح بهذا الطريقه انك تركض و تركض كذا على الزاويه وتقدر تموت به. بس الحين خلينا نرجع احنا خلاص الحين رنينا الجرسين. خفت شوي لحظة والشبح جاء. احنا الحين رنينا الجرسين هدفنا الحين نرجع الفاير لينك شراين. خلنا نقعد هنا. يا الله. بعدين راح اضطر غير السيف لانه بعدين يصير خياس. خلاص وصلت النقطة اللي هالسيف ذا يصير ممنوع أي فائدة أبدا. خلنا نستمر الحين نروح نرقى. أوه اصبر نسيت أسوي شيء مهم مرة مهم. I show you Pyromancy, Kamehu has rest upon flame, shorten strength, endure boost, but lose health. Aha. حطني هذي. خذنا الحين Great Chaos Fireball. هذي مرة مفيدة. يلا. هو أنا ما أذكر شفت هذول اللي عليهم بيض اللي ظهر على ظهرهم. خبرنا احد البيض يجي على راسك او شيء زي كذا ما يخليك تلبس درع. فعشان كذا تشوف اكثر الناس ما يهاجمونهم. قليلين مره اللي يهاجمونهم لان ما ودهم يعني يضحون. اذا استخدمهم بس ما اديكم تعطيني روح كواير لاك. انا ما اتوقع راح احاول السيف. ف نشوف ان شاء الله احنا مع الوقت. يلا خلنا نسمع الحين. واو خلنا نسمع الحين ونطلع. هذا شفت اللي تسمع صوت هذا الصوت هذا الاوديو هذا من ديمون سولز يعني اللي لعبه قبل فتره فابدا يشبهه. واو يلا خلنا نطلع. بويزن
اوكي جو كراين الحصى. وين شيفا؟ لازال موجود هناك؟ لازال ديبان؟ لا شيفا راح. أو لا اله الا الله محمد رسول الله وعبده. وشو ذا؟ أو والله ما بروح العب بالحصى بس بعيد عني. اقعد اقعد. انا ليش بدي اقعد هنا؟ لانه اقرب تشيك بوينت للاسانسير. احنا الحين لازم نرقم على الاسانسير هذا. لازم نرقم معه عشان لازم نرقم معه علشان نطلع على فاير لينك شراين. وخبره في درع هنا كويس. اوه اصبر عطاري الدروع. درع خياس. لبس التنورة. ياس. وشلون سروالي عليه كذا شيء يعني حدايد ولا شيء زي كذا اثقل من سرو اثقل من تنورة. اي دارك سول صح؟ طبعا لو تلاحظ شفت هذي شلون يلفن؟ شلون يلفن؟ شف لو تظهر ان هذي ولا واحدة بينهن عليهن كلب يمشي. او انه شكله مؤخر وانه كان في كلب يمشي. خبره هي هذه وواحدة ثانية. يعني شلون يتحرك؟ لانه في كلب ابد قاعد يمشي عليهم. لا اشوفه تده. لا. يلا خلينا نكمل ركيتنا. او بسم الله. ممكن تنزلين. اوكي. خلاص. شيفا راح عني هالحين. كان ذيبان كذا رهيب. يوم شريت من عنده سيف الساموراي قال اوه سيف زين. اكيد انك بتمدح بعمرك يا شيفا. نجي من هنا. هذا هو. هذا الدرع. اخذنا سلاح كويس. وهنا سحر. رمدي. اذا كان ودك تخرب اللعبه زي ما سويت انا مره خذ الدرع من هنا على طول بالبدايه. درع كويس. بس شوف لبست النوره. ما اقدر. نفس الكلام. شوف القناع اضعف بكثير. يلا خلنا نستمر. درع هذا كويس كبداية بعدين يصير مهم مرة. أول مرة ألعب اللعبة وبه فريم ريت يروادهم الناس. أخيرا. ما أدري شو الحكمة من هنا. جيت من عشان الباب يقفل بوجهي يقول لا على التبن توكل على الله. حلو.
او لا. عالج الموقف. واو كي ابيك سيف. واو اوكي هذا اللي تو رهيب ذا، ما حد بيكم يقدر ينفيني. اعطوني هالنصر هذا. اصبر خلي التاكسيسيتي تروح، نحذف ليك عنا عشان تروح عنا التاكسيسيتي. هاها كل الالعاب صراحه بهن تاكسيسيتي. اوه فاير كيبر سول ودي استخدم عشان اخذ 5 هيومانيتي بس الاستس اهم. هيومانيتي استس 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 هيومانيتي. بس الحين صرت انا مثل هوردر حق دارك سولز، بس ما اقول، بس ما اقول هوردر اقول هيومانيتي. يا اخوي خلاص بثرت اهلي. يلا اوتش. اوكي ذبحت اللي فوق وانا واحد ثاني سحبته معي قلب ديو. يلا نسمع من هنا. مو بديو عفوا، لا مو بديو، شو اسمه اوكرياسكي. اوكرياسكي من تاكسيستري من بارت 3. مسحت المساحة اللي بيني وبينه وسحبته لمي. حلو تعال. ها اخر يلا بعد. ممتاز الى الحين منصدم انا اني قدرت اسويها ذيك اللقطه. اركض ونط. الله ارجع واخر عني. خبر هنا في صندوق به مفتاح. هذا كو كان يشرب. اوه خلنا نيو لاند رومان الحين نقدر ندخله. هنا كان يمديك تسوي سكيب اذا كان معك الماستر كي، بس انا اخذت الاولد ويتش رينج علشان اسمع الكلام حق البنت، يعني اذا مو معي انكبت. حلو تعال انت وياه. رهيبة صح؟ قلت لك البايرومانسي رهيبة. السورسرة ايه هنا بعصاي انا كذا بوف يد كذا نار مولعة. يلا هنا لو معك كان معك كذكر، كان معك ماستر الماستر اي، لو كان معك ماستر كي كان يمديك تسوي سكيب فالي اوف تريكس. الحين تجي ما ودي نروح من هناك حاليا، نجي من هنا. اخذناه وفتحنا الباب. والحين احنا رايحين نيو لاند روينز، رجعنا الفاير لينك شراين. يس هروح الحين نرقى. الموسيقى هذه فاير لينك شراين.
وصلنا الحين فوق. يلا خلنا نروح نشوف الشخصيات كذا طلعناهم. ها ديد ماتت. هذا مو شيء المرعب انها ماتت، هذا الشيء المرعب. Fire keepers absent. كانت لات عشان كذا الناس كلهم يقولون اذبحوا ابن الذين اول ما يطلع. يعني حق ديمن سولز يذبح شخصيات اي، بس انه ما يذبح لك القدره انك تيجي هنا منطقه معينه. فالحين اذا مت هنا راح ارجع تحت. طقة واحدة. Did you ring the second bell? إيه. That is incredible, I must say. But now we have a new problem. مشي. It's noisy. It snores, and its breath is lethal. منو؟ This is no laughing matter, I tell you. مين تقصد؟ I can't take this. Damn. That stench. أبغى عرفت مين يقصد. Maybe it's time I do something about it. شو راح تسوي؟ لا تجازف. I can't take this. Me? Okay. هذا هنا السورسرر. الساحر هنا. ما منه فائدة. هنا حق البايرومانسي. هذا كو. I made it out safely too. I have my pyromancy at a great swamp, so I can use the manage with a bit of care. Oh yeah. Mm. By the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Ah. Unless you find the magic unsafely. لا أنا عندي no. Yeah, wonderful. I'm sure that you know, they'll be of some use, some assistance. Well, let's get started right now. يلا عطني سحر الحين. هذا يقدر يطور عندنا النار زيادة. purchase. الحين لو شارينا منه كل هالسحر هذا يختفي، يرجع تحت بالمستنقع يصير هولو ونذبحه. pyromancy is the art of casting fire. عارف. produce flame then channel it, just as our ancestors did. a pyromancer must be in tune with nature herself. my home, the great swamp. is an abundant store of nature. مستنقع. It only takes time. أنا أتكلم. Pyromancy has a well, rather primitive aspect to it. It meshes poorly with advanced culture, and pyromancers are considered rather unsavory, which is fine as I never got along with anybody anyway. So for me, turning undead didn't change a thing. يعجبني. قال البايرومانس يعني قديمة، يعني تعتمد على الغريزة أكثر من من ما تقدر تتطور. هي يقول حتى بعد نفس الناس اللي يستخدمون البايرومانسي يقولون البايرومانس هذول يقولون ما حد يجون، ما يحبونهم، يعتبرونهم يعني مو بطيبين. فهمت علي؟ فيقول هو قال أنا ما فرقت معي أصلا لأني ما أحبهم أنا أصلا خيرة. You're a pyromancer yourself. You already know this. Aw, Asif. The pyromancer's flame. The flame. Oh, sorry. Goodbye then. Come back if you find anything new. يعجبني هذا. دسم طيب شوي. أها. الدب ذاك الحين منكب. هذا هو. Was it you who rang the bell of awakening? لا. I am the primordial serpent. Frampt. Seeker Frampt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? No. By the lords, are you certain? Well, perhaps the
There can be only one chosen undead. I will continue my search. Freed from duty. But then again, you did ring the bell of awakening. Eh. I will stay here a while. Speak with me if you should change your mind. تعجبني قال انت رنيت الجرس متأكد. What brings you here? Had a change of ايه انا الفيتد. Well, then I am pleased to share. Chosen undead. Your fate is to succeed the great Lord Gwyn so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. هذا هدفنا. لازم نروح لأونلاند وناخذ اللورد فيسل. خلنا نعطي ايتمز ما احنا مستخدمينهن. نقدر نعطينا سولز. طرابش خذ واحدة بس. عنده كابر كوين ما منه فايدة هذه أبدا. أشوف لو خلنا نعطي كل هالسيوف اللي أنا ما استخدمها اللي هي بروك ستيت. خذ الدرع. اوكي اتوقع اني خلصت انا ما في شيء ثاني بدي اعطي. خلينا نتكلم معه. اوه انا بروح هناك. Many have gone before you, but none have returned. Fate has chosen you, but proceed with caution. طيب. Those who seek fate, farewell, chosen undead. I remain here and await thee. Okay, بيقدر يحترينا. يلا الحين راح اوقف مقطع الحين شباب. يعطيكم الف الف عافية على المشاهدة. ان شاء الله يرجعنا. راح نروح عند سينت فورتريس ويبدأ هناك العذاب الصدق. كان معكم اخوكم عبد السلام. يعطيكم الف عافية على المشاهدة ومع السلامة.